السلام عليكم، هبدأ أحل معاكم الواجب الخاص بالدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هو بداية من صفحة 9 لو تصريف الأفعال. رقم واحد هنا بيقول لك بدأ بالضمير النو، فالنو بختار معاها الفعل اللي آخره أو إن إس. طيب يا مسا، هتلاقي هنا هتقول لي هنا طب آخره أو إن إس، وفي زو آخرها هنا برضو أو، بس أنا عدلها هنا إن إس، وهنا برضو إيمو آخرها أو إن إس، وآخر واحدة غلط. يبقى كده نرجع للقاعدة. إحنا خدنا اني لو في عندنا اي فعل حب ميول اللي هو مثلا فعل ايمي وفعل ادوري وفعل بريفيري اللي هو يفضل وفعل ديتستي اللي هو يكره، او في فعل براتيكي اللي هو معناه يمارس، اوتوماتيك معناها ان دايما اللي هختار بعديه اداة معرفة اللي هي واللي واللا الابوستروف واللي. يبقى انا اعكس الكلام يا مسيو، لو الرياضة عندي مسبوقة بأداة معرفة يبقى معناها ان اختار فعل حب وميول. طيب لو في عندنا فعل جوي اللي هو يلعب، مع الرياضة دايما بختار معاها الا ومشتقاته اللي هي او الا الابوستروف او زائد الرياضة. فكده لو الرياضة مسبوقة بالآ ومشتقات يبقى اختار فعل جواه. طيب لو في عندنا هنا فعل فار، ففعل فار أخدنا بيقعد أداة التجزئة اللي هي الدي والدي لا والدي لابوستروف والدي، فطالما الرياضة عندي مسبوقة بأدوات تجزئة يبقى اختار فعل مين؟ فعل فار. طب بص هنا، بما إن دول كلهم صح، هنا مسبوقة بالدي يبقى كده عايزة فعل فار، فاختار فيزون اللي هي مين يا جماعة؟ الأولى التانية. تي التي بختار معاها نفس نظام الفعل الاخر اي اس. طب تنفع الاولى وتنفع الثانيه وتنفع الثالثه تنفع الاخيره. هنا الرياضه مسبوقه بالاو واللي بياخد الاو اللي هو فعل جوي، فاختار كده هنا مين؟ جو. جادور انا بحب براتيكي. اول خطوه ادور ده نكتب عليها فعل مصرف، فالقاعده بتقول لك لو في عندك فعل مصرف التاني دايما بيكون يا جماعه مصدر. طيب مصدر، يبقى كده بما ان مصدر هستبعد الاولى دي مصدر والتالتة مصدر والاخيرة مصدر، بس هنا الرياضة مسبوقة بالدي يبقى عايزة فعل فار، فاختار هنا فار. طب المثال اللي ورا ايل بختار برد، المفروض اخرها دي، فاحنا هنعمل تعديل، الاولى هشيل منها حرف اس تبقى هي الاجابة. طيب ليه جوير لاعبين الفريق فيت بسرعة؟ الاول كلمة جوير اللاعبين ده اسم جمع ومذكر، يعني بيعود على الضمير الى فيك اس، يعني المفروض اختار الفعل الاخره اي ان تي، هنا برضو مش موجود، فاحذف الاخيره اي زت واحط مكانها هنا اي ان تي تبقى هي الاجابه. مريم السونامي وصديقتها دول اسم جمع مؤنث، يعني بيساوي الضمير الى فيك اس، فاختار الفعل الاخره اي ان تي. ايل اختار معاها في اللي اخرها تي. نو اختار الفعل الاخره او ان اس، بس نركز ان فعل منجي من الحالات اللي بضيف لها اي مع الاو ان اس. طيب إلى فيك اس اختار مع الفعل الاخره اي ان تي. حلو. مثال رقم 10، ادي ضمير وادي ضمير، القاعده بتقول لك لما بيظهر ضميرين مع بعض ومش بينهم فاصله بصير حاسس الضمير الاول الايل، فاختار ان فيت الثاني الاخري. فو اختار الفعل الاخره اي زد. طب مع الفو كده كده دي اول واحده غلط تنفع، ودي كده كده غلط تنفع، الثانيه تنفع الاخيره، بس هنا الجيم مسبوك هنا بالدي لا، واللي بياخد الدي لا مع الرياضه اللي هو فعل فار. كومون سافا. بص يا جماعه، دايما في قاعده بتقول لك ان الضمير مين؟ السا ده بيساوي الضمير الايل في التصريف، دي تكتبوها عندكم، السا بيساوي الضمير الايل في التصريف، فهنا ظهرت السا فبتساوي هنا الايل، فاختار هنا مين؟ الفا. مي بارو والدي، البارو هنا اسم جمع ومذكر يعني بيساوي الى فيك اس، فاختار الاخرها او ان تي. جي فاختار معاها الكور الاخرها اس. لفي البنات دي جمع مؤنث يعني الى فيك اس، فاختار فعل اخره اي ان تي. طب هنا في رقم 16 ظهر ضميرين، يعني ظهر يا جماعه ضميرين، بس هنا في كوما او فاصله، فطالما ظهرت الكوما اصرف على اساس الضمير الثاني الاون، فاختار نيجي الاولى. بور يا جماعه، بور يا جماعه من الحروف اللي بيجي بعدها فعل في المصدر، احنا اخذنا في الاساسيات ان حرف الجر الا اللي هو معناها الى او في او دي او اللي او بمعنى الشخص يعني معين، الدي او الدي او بصر بمعنى من او عن، السون اللي هي معنى بدون، بور دي معناها لأجل أو لكي، الحروف دي لما بتظهر دايما بختار بعديها فعل مصدر. يعني ايه فعل مصدر؟ يعني فعل آخره إي آر أو آخره إي آر تانية أو آخره آر إي أو آخره أو إي إر أو آخره إر إي إر، دي كلها اسمها نهاية الفعل فيها في المصدر. بما إن بور عايز فعل في المصدر فاختار هنا جوي لآخرها إي إر، أون اختار إم لآخرها إيه،
جي اختار فعل اخرها اس. اي الام، ام يا جماعه نكتب عليها فعل مصرف، فطالما في عندي فعل مصرف يبقى التاني هيكون هي مصدر، فاختار فير. الجروب، جروب الرفقاء بيلعبوا جودو، اول خطوه كلمه جروب مسبوقه بالله يعني اسم مفرد مذكر، يعني بيساوي الضمير الايل، فاختار فعل اخرها تي. طب في ناس هتقول طب يا ما تنفع جو، ركز يا باشا هنا الرياضه مسبوقه بالدي، يبقى اختار فعل مين؟ فير. نو، فاختار فعل اخره اونس. بور ايتوا، اخذنا قاعده اني لو ظهر عندي اسم والضمير توا بصرف زي الفو، ولو ظهر عندي اسم والضمير موا بصرف زي النو. فانا ظهر عندي اسم والضمير توا بصرف زي الفو. توت لك لس، التعبير ده كله على بعضيه كل الفصل بيساوي الضمير ال المفرد المؤنث، فصرف زي الايل والال، فاختار ام الاخيره ايه. جي في اللي هو الفعل في ده فعل مصرف، يبقى لازم التاني طالما فعل مصرف اختار فعلية مصدر. طب الاولى مصدر والتانية مصدر والتالتة مصدر والاخيرة مصدر. الاول مش هينفع اقول انا سوف اسبح الهوكي، فكده دي غلط. طيب التلاتة دول صح، الهوكي هنا مسبوقة بيها بالاو، والوحيد اللي بياخد الاو مشتقات اللي هو فعل مين يا جماعة؟ جوه. طيب رقم 26 ايل، او تنفع الاولى والتانية والتالتة، الاخيرة كده كده غلط. بادمنتون وتنس الرياضة مسبوقة بأداة معرفة، أولمبياد وأداة معرفة فعل حب وميول. جيني با دي بيانو، أول خطوة هنا اللهم صل على النبي، نكتب المثال هنا الأول عشان نفهم. جي ني با دي بيانو صح، وعاطين هو هنا في الاختيارات ثانية اعطيني جو، والاختيار التاني في، والاختيار التالت ام، والاختيار الرابع مو، اختيار الرابع جو. طيب يا مستر نمشي الاول بالاستبعاد، نمشي الاول بيه بالاستبعاد. اول خطوة مع الضمير الجي كده هستبعد جول الاخيره اللي اخرها اي اس صح، لان دي مع الضمير التي كده كان هي دي صح ودي صح ودي صح. نرجع عاد بالاستبعاد واحده واحده. اول خطوه هنا النيديات بيجي بعديها النادي، بيجي بعديها حرف ساكن. طب ده حرف ساكن، ده حرف ساكن، لكن ده حرف متحرك المفروض كنت تستخدم معاه ان هي ابوستروف صح، فكده تاني اختيار غلط. طب يا مسيو جو وفي الاثنين صح كتصريف والاثنين صح مع ان، نركز اللي بعد الباء هنا في دي صح. اخدنا قاعدة ان فعل فير فعل مين؟ فير لما بيجي ما بين الني والبا دايما بيتأثر، فبختار معايا اما دي يا اما دي ابوستروف صح؟ ده لو كان فعل مين؟ فير مع الني والبا بختار الدا والدا ابوستروف. لكن لو ظهرت الني والبا وهنا كان فعل جوي مع الآلات الموسيقية، فكنا دايما بختار معاه الدي والدي لا والدي الابوستروف والدي. واخدنا ساعتها ان فعل جوية عمري قلت لكم كده ما بختار معاه لا الدي ولا الدي ابوستروف صح؟ فكده شوف لو في جمله منفيه وبعديها الدي او الدي ابوستروف يبقى اختار تصريف فعل فاعل، لو في عندي نفي وادوات تجزئه زي ما هم قاعدين مش متغيره يبقى اختار فعل جوية مع الالات الموسيقيه. فكده دي هنا غلط وام هنا غلط، فاختار هنا فعل جو لان بيانو معناها معاها اله موسيقيه. موا هنا جي نفس النظام، باسكت مسبوقة مشتقات الا يبقى عايز فعل جوي اللي هو جو. بور، بور بيجي بعدها فعل مصدر، بس انا بقول لك لكي نقط الفواكه اذهب الى المطعم، هتقول لكي اذبح الفواكه ولكي اكل الفواكه ولكي العب الفواكه ولكي امارس الفواكه، اكيد كمعنى هنا تبقى مون جي. جيني با دي فيولو الكمانجا آلة موسيقية صح، الأول هنا في نفي. أول خطوة هنا في النفي ظهرت الدي، فاستبعد افعال الحب الميول لان افعال الحب الميول عمرها ما بتاخد الدي، واستبعد فعل جوي لان فعل جوي ما بياخدش برضه الدي، هنا في وهنا في وهنا الجي، فاختار معاها في اللي اخرها حرف الاس. تمام يا جماعه؟ السلام عليكم يا جماعه. قبل ما اشرح الاول نفتكر كده مع بعضينا ان لو في عندي فعل حب ميول اللي هو فعل ايمي او فعل يا جماعة ادوري، او في فعل عندي زي فعل بريفيري
أو في فعل عندي زي فعل براتيكي لو فعل يمارس، أو في فعل عندي زي فعل ديتستي. فالأفعال دي كلها بتاخد دايما أداة معرفة اللي هي اللي واللا والابوستروف واللي. ممكن تجيب بشكل تاني ان لو ظهرت عندي أداة معرفة يبقى معناه ان هختار دايما فعل حب وميول. تاني فعل اخدناه اللي هو فعل جوي اللي هو فعل يلعب. اخدنا الفعل ده مع الرياضة دايما بختار معاها الا ومشتقاته اللي هي الاو الا اي الابوستروف او. يبقى معنى تاني لو ظهرت الا مشتقاته دايما بختار فعل جوي. خدنا بعدين فعل فار، واخدنا فعل فار دايما بنستخدم معاه دي والدي لا والدي لا بالصرف والدي. فطالما عندي ادوات تجزئة دايما بختار فعل فار، دايما بختار فعل مين؟ فار. طيب نيجي هنا نفتح مع بعضينا صفحة 14. صفحة كام؟ 14. نبدأ بالأول مثال الأول. ماتون عمتي لا تلعب فولي بول كرة الطائرة. بص يا جماعة، مش احنا اخدنا دول ان لو في أداة معرفة بختار فعل حب وميول، ولو في مشتقات الأ بختار فعل جوه، ولو في أدوات تجزئة بختار فعل مين؟ فعل. بص هتركزوا معايا كده، لو في هنا الجملة عندي فيها نفي وبعد النفي هنا في أداة معرفة ليه لا الابوستروف ليه، يبقى معناه ان الفعل اللي لازم اختاره هنا لازم يكون فعل ميول. فعل مين؟ ميول. طيب لو عندي هنا جملة منفية ادي النيه وادي البا، وكان هنا بعد البا في مشتقات الا الابوستروف او، في الحالة دي معناها ان الفعل اللي هنا لازم يكون فعل جويه. فعل مين؟ جويه. طيب الفكرة عاد هنا في الآلة الموسيقية، لما يكون لبعض النوت آلة موسيقية مسبوقة بالدي والدي أبوستروف، ولما يكون في آلة موسيقية مسبوقة يا جماعة بالدي والدي لا والدي الأبوستروف والدي الجمع. فاحنا أخدنا في فعلين مع الآلات الموسيقية، في فعل جوه ممكن يجي بمعنى يعزف، وفي فعل فير بيجي بمعنى يعزف، صح؟ بس لو فاكرين في الشرح مش شرحت لكم على السبورة، قلت لكم في فعل من الاثنين ما بيغطش دايما الدي ولا الدي ابوستر. فتتركز لو الآلة الموسيقية مسبوقة في النفي بالدي والدي ابوستروف معناه اللي انا هختاره هنا بيكون فعل فير. فعل مين؟ فير. لكن لو الآلة الموسيقية مسبوقة بمشتقات الدي عادي زي ما هي وما يتغيروش، يبقى معناه اللي هنا دايما بيكون فعل جوي، لان فعل جوي عمره ما بياخد الدي ولا الدي ابوستروف. يبقى لو الجمله منفيه وفيها اداه معرفه اختار فعل ميول، لو الجمله منفيه وفي مشتقات لا يبقى اختار فعل جوي، لو الجمله منفيه وظهرت ما ركز بس انا كاتب هنا مع اله موسيقيه، اله موسيقيه معاها الدي والدي ابوستروف يبقى اختار فعل فعل، مشتقات الدي يبقى اختار فعل جوي. طب نبدا كده نحل. جيني جوبا الاول هنا في فعل مين؟ جوي. طب يا مسيو فعل جوية بختار ليه حل تاني، يا اما مشتقات الا لو رياضة او مشتقات الدي لو آلة موسيقية، والفولي بول هنا دي رياضة فكده استبعد مشتقات الدي وأداة المعرفة دي غلط، فضل الاو والالا، والفولي بول هنا مذكر فاختار هنا مين؟ او. جي في امارس اليوجا، خدنا يا جماعة ان في ثلاث رياضات معانا دول دايما بنعاملهم كأنهم حرف ساكن، التلاتة مذكرين اللي هي اليوجا والهوند بول والهوكي، التلاتة دول مالهم؟ مذكر ساكن. طيب طالما مذكر ساكن يبقى اختار هنا مين؟ الدي. طب هنا ليه زميل اصدقاء ام بيحب بوكس الملاكمة؟ الاول هنا في ام فعل حب ميول، وافعال حب الميول دايما بختار معاها اداة ايه؟ اداة معرفة، صح؟ فكده استبعد الدي لا، فضل اللي ولا لا بص واللي الجمع، والبوكس الملاكمة مؤنث فاختار هنا مين؟ الا. نو جو جولف، قلت اول لما تلاقي عندك فعل جوي قبل ما تحل تكتب كده فعل جوي، بختار معايا يا اما مشتقات الا لو وراها رياضه، مشتقات الدي لو اله موسيقيه، والجولف هنا رياضه فاستبعد كده مشتقات الدي وقالت المعرفه غلط، فضل الاو والاو الجمع، والجولف مذكر فاختار هنا مين؟ او. طيب مي منكوزا ابن عمي يمارس روند النت تنزل، فعل الاول فير دايما بختار معاه التجزئه فاستبعد الا، فضل الدي والدي لا والدي الجمع، روندوني التنزه مؤنث واختار هنا يا جماعه دي لا. تيجو هوكي ظهر هنا فعل مين يا جماعه؟ جوي. قلنا جوي لما بيظهر اقول مشتقات الا لو رياضه، مشتقات الدي لو اله موسيقيه، ودي رياضه صح، يبقى استبعد كل مشتقات الدي فاستبعد
الديلا والسبع لآلات المعرفة، والهوكي من الكلمات اللي بنعملها إن هي مذكر ساكن، فاختار هنا يا جماعة هنا مين؟ أو. طيب رقم 7 دي حلوة، شرحتها لكم وقلت لكم عليها، لما يظهر عندنا فعلين مع بعض دايما باخد الأداء على أساس الفعل التاني فير، وفير بياخد أدوات تجزأ، فالسبعد اللا فضل الدلا والدي والدي، والبلونش أفوال اللي هو يا جماعة الطيران مين؟ الشراعي مؤنث، فاختار هنا يا جماعة هنا مين؟ دي لا. خالد جو بيعزف على البيانو، ظهر فعل جوي، قلنا جوي لو آلة موسيقية مشتقات الدي، لو رياضة مشتقات الأ، والبيانو هنا آلة موسيقية فاختار مشتقاتها الدي فاستبعد الأو، وفعل جوي أصلا ما بياخدش الدي دي خالص، فضل الدي والدي لا، والبيانو مذكر فاختار هنا مين؟ دي. نو جوي بيانو، قلنا الأول فعل جوي سواء الجملة مثبتة سواء الجملة منفية سواء في ظرف كمية عمره ما بياخد لا الدي ولا الدي أو السر، فكده استبعد الأول الدي، والآ أصلا دي بختارها، الآ دي بستخدمها لما يكون في رياضة، والبيانو آلة موسيقية فكده برضو غلط، والبيانو مذكر فاختار هنا مين؟ دي. خالد في بيمارس أو بيعزف على البيانو، برضو فعل فير أيا كان اللي بعديه بختار آلة تجزأ صح، فكده استبعد الأو، والبيانو مذكر فاختار الدي. بس الفكرة عاد هنا ان هنا ادي الني وادي البا، واخدنا ان فعل فير لما يكون داخل النفي بيتأثر بختار معايا اما الدي اما الدي، فاستبعد آلة المعرفة غلط، واستبعد الاو، واختار هنا مين؟ الدي عشان نفي. تي براتيك، براتيك فعل الحب ميلو، هنختار آلات معرفة فاستبعد الاولى واستبعد الاخيرة، والكيت سيرف تتعلق على الماء مذكر فاختار هنا مين؟ او. منامي صديقي ام بيحب يلعب فوتبول، اول ظهر فعل ام فعل حب ميلو فعل جوي، طالما ظهر فعلين اخد الاداء على اساس الفعل التاني جوي، وجوي مع الرياضات بختار معاها مشتقات الا فاستبعد الاولى واستبعد التانية، والفوتبول مذكر اختار او. طيب ميكو بقى الرفقاء بيلعبوا، حلو خلاص المثال ده، قلت لكم يا جماعه اني لو ظهر عندي فعل جوي فعل مين؟ جوي، وكانت هنا في رياضه، الرياضة كانت مسبوقة هنا بآلات النكرة الدي، فدايما في الحالة دي اختار هنا مين؟ الأ. فنشوف كده هنا ظهر فعل جوي، ظهر هنا فعل مين؟ جوي، وآدي الرياضة مسبوقة بها بالدي، يبقى اختار كده حرف الجر هنا مين؟ الأ. جيني بريفير بقى، قلنا أفعال الحب الميول سواء الجملة مثبت سواء الجملة منفية سواء مع ظرف كمية دايما بختار أداة معرفة، فاستبعد التانية ودي والأخيرة، واختار هنا الكورس مؤنث، واختار هنا مين؟ الأ. جي في بوكو، فعل فير هنا ظهر مع ظروف كمية، معنى اختار يا اما اختار يا اما الدي يا اما الدي ابص، فاختار هنا يا جماعة الدي. يبقى كده اول مثال عايز يوصل لك اني على حسب الفعل بحدد الاداء، يعني لو في فعل حب ميول ايا كان الجملة مثبتة منفية ظرف كمية اختار اداة معرفة، لو في فعل جوي على حسب، لو رياضة اللي بعد النقطة اختار مشتقات الآ، لو انا موسيقى اختار مشتقات الدي، وبرضه فعل جوي لا بيتأثر لا بالنفي ولا بظروف الكمية، يعني إن فعل جوي ما بياخدش لا دي ولا دي أبوستروف. لكن لو في عندنا فعل فير على حسب، لو الجملة مثبتة أختار الدي والدي لا ده أبوستروف الدي، لو الجملة منفية وفعل فير داخل النفي بختار الدي أو الدي أبوستروف، ولو في ظرف كمية بختار الدي أو الدي أبوستروف. طيب تاني تدريب ده بيعتمد على أنا هديك الأداء، أنا هديك مين؟ الأداء، وأنت على أساس الأداء اختار الفعل. طيب هنا الأول هنا مارك، دي جود، جود الأول، الجود هنا عبارة عن رياضة، والفعل الوحيد اللي بيجي مع الرياضة وبختار معاه مشتقات الدي اللي هو فعل فير، فاستبعد الأولى واستبعد التانية صح، ومارك ده بيعود على الضمير الإيل هو، فاختار هنا في اللي هي بالتي. جو أو ظهر الأو، الوحيد الفعل الوحيد اللي بياخد الأو مشتقاته فعل جوي، فاستبعد الأولى واستبعد التالتة، والجي بختار معاها جو لآخرها إي. إلني با دي لا جيتار، هنا الأول الجملة مالها منفية صح، قلت لك انا لو في آلة موسيقية، لو في ايه يا جماعة؟ آلة موسيقية والجملة منفية والآلة الموسيقية مسبوقة بالدي والدي لا ولا ده بصرف الدي، دايما بختار فعل جوي، فكده يا جماعة طالما هنا دي يبقى كده استبعد الاول، هنا في دي لا يبقى استبعد، انا عايز كده فعل جوي فاستبعد الاولى والتالتة، وهنا الايل بختار معاها جو اللي اخرها اي. طيب إلني با جيتار، قلت لك برضه في الملحوظة اللي كانت في اول الفيديو ان لو الآلة الموسيقية في الجملة المنفية مسبوقة بالدي والدي أبصر يبقى اختار فعل فير، طالما فعل فير يبقى اختار كده يا جماعة أول واحدة. تي في بوكو لا باسك، ما يخدعكش ظرف الكمية، بص الأول الرياضة مسبوقة بها بأداة معرفة يبقى عايز فعل حب وميول صح، والتي فاختار ام اللي آخرها اي اس،
تيبو كودي باسكت، ادي الباسكت يا جماعة مسبوكة بالدي، فالفعل الوحيد اللي بياخد الدي والدي ابوستر فعل فير، صح؟ فكده اختار في الاولى. اون ادور دي تيرا لارك، اول خطوة تيرا لارك الرياضة مسبوكة بالدي، طالما الرياضة مسبوكة بالدي يبقى دايما عايز فعل فير، فكده استبعد الاولى واستبعد التالتة. طب فير المصدر وفير المصرف، هنا ادور اصلا فعل مصرف، فطالما فعل مصرف يبقى اختار تانية مصدر. مارتينا ليوجا، اليوجا هنا مسبوكة بأداة معرفة يبقى عايز فعل حب وميول، فكده استبعد التانية واستبعد التالتة، صح؟ ومارتينا هنا البنت بيدل على ضمير ال اللي هي ال ال، يبقى اختار هنا بريفير الأولى اللي هي آخرها ايه. لجين الشباب دي سبور، قلنا لما تكون الرياضة مسبوكة بالدي يبقى عايز فعل فار، فعل يا جماعة فعل فار. طيب يبقى كده استبعد الأولى واستبعد التانية واستبعد الأخيرة، مفيش غير فون تويم او كارت، الكارت مسبوك بمشتقات الاي يبقى عايز فعل جوي، فاستبعد الاولى والتانية، وام هنا فعل مصرف فالتانية هيكون هي مصدر، فاختار هنا مين جوي. يبقى نرجع من اول تاني، الملحوظة برضو الاهم ان يعني لو في اللي عندك اللي بعد النقط رياضة والرياضة دي مسبوكة عندك بالدي والدي لا والدي الى بصرف والدي الجمع، دايما هنا يا جماعة بختار فعل فير، فعل فير. هنا على حسب عدد الفعل انا بحدد الاداء، تمام؟ طيب الاول هنا فعل جويه، اوبا ده جويه ممكن اختار معاه مشتقات الدي لو آلة موسيقية ومشتقات الا لو رياضة، والاكسيلوفون هنا آلة موسيقية، صح؟ فاستبعد الاخير اخر اتنين، والاكسيلوفون مذكر فاختار دي. ايه الفترة بيان هي تمارس جيدا السكي، في هنا فعل فير بختار معاه مشتقات الدي، فكده استبعد الاخيره. الدي دي بختارها مع فعل فير للجمله من فيها او في ظرف الكميه، مفيش ده ولا ده يبقى استبعدها، والسكي مذكر فاختار هنا مين الدي. طيب نو نو في زو، المفروض ان انا هنغير تصريف الفعل تبقى في زو، نو نو في زو ليت المصارعه، الاول فعل فير هنا منفي وداخل النفي، طالما داخل النفي بختار معايا اما دي يا اما ده، بص فاستبعد الاولى والثانيه والاخيره واختار هنا مين الدي. مارتن انفير يحب ان يلعب بيار اللي هو البلياردو، ظهر هنا في فعلين، فطالما ظهر فعلين اخد الاداء على اساس الفعل الثاني، ففير بختار معاه مشتقات الدي فاستبعد الاولى والثانيه، والبيار بياردو مذكر فاختار هنا دي. مارتينا نيمبا فير ناتاسيو، اول الله خازوق المثال ده رقم خمسه، ليه؟ الاول هنا في نفي صح؟ وفعل فير هنا بره النفي، قلت طالما بره النفي بختار معاه دايما يا اما الدي يا اما الدي لا يا اما الدي الا ابوستروف يا اما الدي الجمع، والسباحه هنا مؤنث فاختار هنا يا جماعه هنا مين دي لا. نحل من اول المثال رقم خمسه، هنا بيقول لك اليكس ام جوي بيحب ان يلعب رجبي، اول خطوه في فعلين، فطالما ظهر في فعلين دايما اصرف على اساس الفعل الثاني، فهنا فعل جوي، فعل جوي بياخد مشتقات الا فاستبعد اللي واللا، والرجبي مذكر فاختار او. تو يادور جوي نفس النظام، في فعلين يبقى صرف حاسس الفعل الثاني، وفعل جو بياخد مشتقات الا فاستبعد اللي واللا، والبيتونك مؤنث فاختار الا. نو جو بادمنتو، فعل جو بياخد مشتقات الا فاستبعد اللا واللي، والبادمنتو تنس الريشه مذكر فاختار او. النجوبة اول خطوه فعل جو كده كده في النفي ما بياخدش، ما ركز ما بياخدش لا دي ولا دي، دول غلط فاستبعد الدي واستبعد الدي بس، والاورج كده كده متحرك فاختار دي الا بس. ايل جو اورج نفس النظام، جوي ده ما بياخدش لا دي ولا دي ابوستروف، والاورج كده كلمه حرف اختار دي الا ابوستروف. ايل في بعزة فعل فيلو، فعل فير بياخد الدي والدي ده ابوستروف والدي، فاستبعد دي واستبعد الاخيره، والفيلو كمان جا مذكر فاختار دي. طيب المثال الثاني هنا ظهرت الني والبا، وفعل فير داخل النفي يبقى بيتاثر، فاستبعد الاولى والثانيه والثالثه، استخدم هنا الاخيره. انجو ظهر الاول هنا فعل جوي يلعب، وظهرت الدي مع الرياضه يبقى اختار حرف الجر مين الا. فوفيت فير بياخد مشتقات الدي، والهوكي مذكر ساكن فاختار دي. ايل جو يشك الشطرنج كده كده الاول فعل جوي مع الرياضات او الانشطه بختار مشتقات الا فاستبعد الاولى والثالثه، وهنا مفيش الدي عشان اختار الا فبرضه غلط، وهنا يشك جمع فاختار او. فعل جوي مع دون ما يلعب بختار بقى مشتقات الا، اول خطوه فعل جوي في النفي ما بياخدش لا الدي ولا الدي ابوستروف، وكده هي رياضه او نشاط فاختار انا مشتقات الا. علي ومها في مات، فعل فير
بختار معاها مشتقات الدي، فاختار هنا الدي الجمع عشان رياضة جمع. لكن هنا فعل فعل يا جماعة داخل النفي، يبقى اختار معايا يا اما دي يا اما دي. ابص والاس حرف ساكن فاختار دي. جي في اسكالاد، فعل فعل بختار معاها مشتقات الدي، فكده استبعد الاولى واستبعد التالتة. بس هنا في تعديل، الدي الاخيرة خليها يا جماعة دي اللي هي ابوستروف. طيب اسكتي في جيم، فعل فعل بياخد مشتقات الدي فاستبعد اللي والله، وهنا الجيم مؤنث فاختار دي لا. اليكس في فيلو، فير بياخد مشتقات الدي فاستبعد، استبعد كده يا جماعة الاخيرة واستبعد التانية، والفيلو هنا مذكر فاختار هنا الدي. ده يا جماعة بالنسبة للواجب الخاص بالدرس الاول، الجزء الاول في الدرس الاول.